إذن مشاهدينا، بالعودة لملفنا الأول وما حدث يوم أمس في دهوك انفجارات الغاز والتي أدت إلى وقوع الكثير من الشهداء والجرحى. ينضم معنا من دهوك مباشرة بالصوت والصورة نائب المحافظ السيد شمعون شليمون. حياك الله، مرحبا بك في النشرة الرئيسة. بداية نعزي أنفسنا وإياكم بهذا المصاب، نتمنى الرحمة للشهداء وأيضا الشفاء للجرحى. سيد شمعون، قبل الخوض بتفاصيل هذا الحادث، ما هي حصيلة الضحايا بصورة عامة وكيف هو حال المصابين هناك؟ في البداية تعازينا القلبية لأسر الضحايا الشهداء الخمس، ونطلب الشفاء العاجل للجرحى الموجودين في المستشفى. حصيلة يعني الشهداء لحد الآن كانت 5 أشخاص، 3 من الشرطة و يعني 2 من المدنيين، ويعني لحد الآن هذه هي الحصيلة المعلنة. نعم سيد شمعون، دعني أرحب بك من جديد. يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة دهوك للحد من تسرب وللحد من حوادث تسرب الغاز؟ في الحقيقة هذه الحادثة الأولى التي تحدث في دهوك بشكل عام. قبل أسبوع حدث، أو أقل من أسبوع، حدث نفس الشيء في السليمانية. في الحقيقة هي الإجراءات الوقاية، مع الأسف إجراءات السلامة قليلة جدا، وبشكل عام العراقيين بشكل عام والأقليم بشكل خاص أيضا الالتزام بالإجراءات الوقاية قليل بين الناس، وكأن المسألة هي بسيطة لعدم معرفتهم ودرايتهم بمخاطر الغاز وتسرب الغاز، وخاصة حتى أي أقل معيار من معايير السلامة اللي هي ممكن تكون ضمن الشروط العامة، نقول منها أنه لا تكون ضمن منطقة سكنية. شفنا أنه فعلا هذا الفرن اللي تعرض للانفجار كان فوق الفرن مباشرة قسم طابق ثاني وثالث، قسم داخلي للطلبة، وهذا بشكل أو بآخر يخترق كل قوانين السلامة التي كان من الواجب أن يلتزم بها صاحب الفرن، أو حتى تكون إجراءات الدفاع المدني المفروض تمنع مثل هذه الحالات. طيب سيد شمعون، على صعيد الحكومة المحلية، خطواتكم لما بعد هذه الحادثة الأليمة لمنع تكرار مثل حدوثها لا سامح الله مستقبلا؟ لا بد أن تكون الخطوات هي خطوات عملية، يعني الحوادث تحدث في كل مكان، في كل يوم هناك حادث سيارة، اصطدام سيارة، هل نمنع الناس من يعني التنقل بالسيارات؟ فمسألة يعني ما يحصل في التسرب وانفجار الغاز يحصل في كل العالم، ولكن المهم هو الإجراءات السلامة. يعني مثل ما قلت في بداية الكلام، ليس هناك تجديد مع الأسف على إجراءات السلامة، وبالضرورة أن تكون الإجراءات مشددة جدا على الإجراءات السلامة، وهذا يكون السبب يعني الحل الأول. بالتأكيد فتم إعلان وقف العمل بمنظومات الغاز لفترة قصيرة لكي تتمكن فرق التفتيش سواء الدفاع المدني أو الفرق المختصة بالـ LPG لمتابعة كل المنظومات الموجودة والتأكد من سلامتها وسلامة عملها، والتأكد من يعني الصيانة الدورية. مع الأسف الصيانة الدورية كانت غير فعالة وغير موجودة وغير منتظمة، وربما هذا أحد أسباب اللي أدى إلى الحادثين سواء في سليمانية أو في دهوك. إلى جانب من الضروري جدا أن تكون منظومات معتمدة. ما نجد أنه الشخص الذي يعتمد على هذه المنظومة يحاول يفتش على أرخص منظومة، ولكن في الحقيقة هذه المنظومات الرخيصة يكون ثمنها غالي جدا، ثمنها هي أرواح الضحايا البريئة. نعم، يعني سيد شمعون، لماذا لا تفرض السلطات في جميع مدن الإقليم إرشادات السلامة وتخصيص مراكز خاصة بنصب منظومات الغاز؟ لحد الآن كانت شبه فوضوية أو إلى حد ما غير منتظمة، يعني حتى سواء إجراءات الحصول على منظومة الغاز أو يعني إجراءات المفروض
يعني تكون بتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو الدفاع المدني أو حتى النفط. هذه الإجراء هذا التنسيق لحد الآن ليس بالشكل المطلوب. هذا جانب. جانب آخر مع الأسف المعايير السلامة سواء في المنظومات أو صيانة المنظومات أو هي نفس المستوى المنظومة، تأتي المنظومات بشكل أو بآخر سواء من إيران أو من جهات أخرى دون رقابة ودون سيطرة نوعية، وتدخل العراق وتنصب دون معرفة ودون معرفة سواء الجهات القائمة وحتى دون إشراف الجهات الأمنية المعنية مثل الدفاع المدني واللجان الـ LPG. وبالتأكيد هي هذه الأسباب، فلا بد من الآن وبعد يعني بعد هذه الكوارث التي حدثت سواء في سليمانية أو في دهوك أن ننظر بعين أخرى إلى هذه المسألة وتأخذ المسألة بجدية. نعم. لأن مخاطر تسريب الغاز هي مخاطر جمة وقد تحصل، ويعني كان الإخوة اللي استشهدوا حقيقة أنقذوا أرواح العشرات من الطلبة لولا جهود هذه يعني الأخ الرائد الذي استشهد والإخوة الشرطة الذين كانوا معه قاموا باستخراج الطلبة لكان الضحايا ربما بالعشرات. فهذه الإجراءات حقيقة بحاجة إلى الوقوف عليها بجدية أكثر من قبل لدن الحكومة في أقليم كردستان. نائب محافظ دهوك السيد شمعون شليمون، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.